العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. قد ايه الواحد احباب يفرح لما يلاقي حد من ولاده او من الشبان والشابات بيقول يا ابونا انا اشتركت في عمل تطوعي، عمل خدمي. الولد ده بنفرح بيه ليه او الشاب ده بنفرح بيه ليه؟ لان يقول لك ده الانسان اللي قلبه حلو ده بيحب جدا ان هو يخدم الناس. وخلي بالكم ان الخدمه دي ده اساس مسيحي انجيلي عندنا في كنيستنا وفي حياتنا المسيحية عموما. طب يا ترى مين وضع هذا الأساس؟ ربنا يسوع المسيح نفسه وضعه لما قال كده أن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم. يعني ربنا يسوع نفسه ورى التلاميذ ورى الجموع ورانا كلنا أن هو نفسه وهو السيد والمعلم انحنى لكي ما يخدم أو يغسل أرجل تلاميذه، وقال لهم كده زي ما شفتوني أنا عملت وأنا السيد والمعلم ينبغي أن أنتوا بعضكم تخدموا بعض. والخدمة اللي يقصدها ربنا يسوع المسيح الخدمة اللي يكون فيها بذل، عشان كده قال أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. وهو ده الإحساس اللي المفروض يكون مسيطر على أي إنسان داخل مجال الخدمة، أنه يكون شخص داخل عنده استعداد أنه هو يبذل. طب يا ترى لما يبذل مكافئته تبقى فين؟ يقولك أنا مكافئتي في السماء، مكافئتي عند ربنا، أنا مش منتظر أي مردود أو أي مكافأة أو أي أجر أرضي. وهي دي حلاوة الخدمة اللي احنا بنخدمها. طب يا ترى يا رب أنت دعوتنا للخدمة كلنا، ربنا عايز يحفزنا بقى، فقال لنا إيه؟ قال لنا شوفوا بقى العطية اللي أنا هديها للناس اللي تخدم معي. يا ترى يا رب إيه العطية دي؟ قال لك كده حيث أكون أنا هناك يكون خادمي معي. طب الإنسان اللي بيخدم ده عايز إيه أحلى من كده؟ إن ربنا بيقول لك المكان اللي هكون موجود أنا فيه تكون أنت كخادم خدمت بأمانة فعلا موجود أنت كمان معايا، مفيش عطية أعظم من ده أحبائي. عشان كده دايما كلنا بنحب نخدم. كانت مقولة جميلة جدا بنقولها فرح غيرك تفرح. يا سلام لما الإنسان المسيحي اللي قلبه حلو ده يشوف الفرحة في عيون الناس نتيجة إن هو ساعدهم بشيء أو قدم شيء. بس بيكون عندنا إحساس واحد بس إن أنا لا شيء، لكن ربنا استخدمني كأداة عشان أوصل بيها كلمته، أوصل بيها خير معين ربنا عايز يديه لأولاده. فالعمل أحبائي بين الله وبين ولاده بس بيكون عن طريق الخادم، ودي نعمة كبيرة بياخدها الخادم. لو الموضوع بقى الخدمة كان في دماغ الشخص أكتر من كده كمان يصل بقى إلى مرحلة مش الخدمة بس، مرحلة التكريس. وتكريس يعني إنسان يضع حياته كلها في خدمة الله وفي خدمة أولاد الله وفي خدمة كلمة الله، إن هو يحاول إن وقته اللي موجود عنده يبقى مقضيه كله إزاي يحاول يوصل صورة المسيح الحلوة اللي جواه ويظهرها قدام الناس، ومش الناس اللي هم ولاده بس، المخدومين بس، أولاد المسيحيين بس، قدام كل الناس اللي موجودين في العالم، عشان الناس يروا أعمالك اللي بتظهر فيها المسيح اللي جواك فيبتدي يمجد الناس إلهنا الموجود في السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. جلست القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. يعني عامل في الكنيسة هنا من سنة 1998. جيت كان شهر 4، كان في بداية الكنيسة أنا معايا، أنا كان دخل عليا العيد وما كنتش يعني لسه أعرف الشغل نظام الشغل،
استلمونا الكنيسة هنا استاذ فيكتور واللجنة، كانت في لجنة نظام، استلمونا وابتديت الشغل معهم في نظافة العيد، كان دخل علينا نظافة العيد. تاني سنة يعني نشكر ربنا قعدت استمرت، في ناس قالت لي ان انت مش هتكمل سنة ولا اتنين بالكتير في الكنيسة لان شغل الكنيسة صعب شوية. هو في مواقف حصلت مع الواحد لان ما كانش فاهم الشغل. مرة مع ابونا مرقص نسيت الأبركة وطلعت ارن الجرس، ما كانش بيدور عليا وانا كنت عند الجرس فوق. ده موقف من المواقف. كان بيبقوا معانا هنا القدام، كان استاذ اسحاق ومينا صابر ومينا اسحاق واستاذ بهاء اهاب، اهاب نبيل ومجموعه من ومينا ابن ابونا مقار، وكلهم دول كانوا بيبقوا موجودين معانا في الكنيسه يلعبوا الليل كله. حضرت الحادثه بتاع الكنيسه هنا، يعني كان صعب علينا، كان يوم صعب جدا بالنسبة اللي مرينا بيها. قعدنا حوالي عن 3 أيام في الكنيسة هنا، كنا كان نظام صعب جدا، والواحد مر في الكنيسة ان هو يشوف اول مرة يشوف الحادثة، اول حادثة بتاع عم جوزمان في 2005 يضرب استاذ مايكل بسادة وعم جوزمان والله يرحمه عم نصحي. بعد كده حادثة الكنيسة نزلنا برضو في 2011 دي، شفنا المنظر كان صعب جدا وكانت الحالة صعبة، يعني شفناها مرينا قعدنا 3 أيام برضو بعد الحادثة الكنيسة متبهدلة وكان منهار. دي مواقف الواحد شافها وعصرها في الكنيسة. في عم سعيد وكان في عم رماني وكان في عم نصر الله يرحمه كان ماسك القربان، كان في سامي، لا هو من ساعة ما جيت وانا ماسك معاهم في النظافة والكنس الكنيسة وسهر بالليل، يعني ده نظامنا. احنا بقالي من سنة 95، يعني اخر 94 طبعا، النهارده 25-26 سنة في الكنيسة، ربع قرن وشباب كتير كانت اطفال وكبرت وسافرت برا واتجوزت وانا قاعد في الكنيسة. كنت من حب في الكنيسة اللي تحت، مع ان الكنيسة اللي فوق حلوة، احب اقعد جوا في الهيكل، شكل الكنيسة حلو. لا الحجاب ده كان فيه خشب قبل منه وانشال واتعمل الخشب ده. ده اتعمل ساعة عمك نصحي الله يرحمه. لما اليوم اللي توفى اللي اتعمل فيه عمك نصحي كان بتوع الحجاب سهرانين للصبح هنا، واحنا قعدنا ننظف ونعمل، وعمك نصحي داخل الراجل بيمسح معانا الكنب ويمسح معانا البتاعه، وعم كوزمان كانوا بيجوا هو الناس هم قاعد يمسح معانا الكنب عشان الكنب كان على تراب، وبتوع اللي كانوا بيعملوا الحجاب كان لسه ماشيين. بدأنا نمسح وما دخلوا مسح معانا اليوم ده، وحضر القداس اختتام الصوم الرجل وهو طالع. فدايما كنت اخش الكنيسه اللي تحت دي احس كلها بركه، من اول ما اخش من الباب هنا احس ان الملائكه ورايا في كل حته على طول. لوحدك؟ ما انا هو بقيت لوحدي الا لا. وكل ده زمان كمان قبل الامن ما يجي وبتاع، كنا احنا 5 أفراد اللي هم شغالين فراشين وماسكين البيبان اللي هي بتاع المستشفى والباب ده، كنا 5 بنقعد بال 24 ساعة وال 48 ساعة هنا ما نروح. بس كان في بركة، بحس ان انا داخل القدس مش داخل الكنيسة. يعني الاول وصورة العذراء اللي جوه ده عملت معايا معجزات ياما من زمان. دي الصورة دي، ده انا كنت في الشركة شغال في الشركة قبل ما اجي الكنيسة، شغال في الشركة هنا في ميامي، وكان يجي الاستاذ ساجر الله يمسيه بالخير كان ياخد عمال من هناك من الشركة، وكنت اجي انا هنا الكنيسة اصلي كل يوم حد. وكان الباشمهندس مرقص اخو الاستاذ فيكتور اللي هو رابن اللي بيجابونا برسونوفيس، كان مهندس بتاعي، كان يقول لي يا سامي تروح الكنيسه يوم الاحد اليوم بيومين. واول مره اجيها هنا حبيت الكنيسه قبل ما اجي فيها، وكنت اتمنى ان انا اجي اسكندريه في وقت لازم اجي القديسين. وبعد كده استجاب ربنا، قلت له يا رب لو انت هتقبل مني اشتغل في بيت ربنا في اي مكان، وجيت هنا في القديسين. وكنت حاسس ان انا مع وسط ملائكه، فانا لو تبحت الناس كنت زمان مشيت من الكنيسه، لكن انا كنت في دماغي كله ان انا اقول شغال في بيت ربنا ما حدش له حاجه عندي، اللي هعمله اعمله اللي ما اقدرش اعمله حد تاني يعمل. احلم بالكنيسه تبقى في الزهار دايما وتبقى عاليه فوق خيال الناس كلها، ودايما تبقى مشرفه للمسيحيه كلها. جيت في الكنيسه هنا 31/7 وقال لي انت تجيب عيالك وتقعد معانا هنا، واي مبلغ بتاخده من الكنيسه بركه.
كان سالني على شغل بره، انت بتاخد كام واجرك كام؟ قلت له كذا. فقال لي طب المبلغ اللي هتاخده من هنا بركه. قلت له انا الحمد لله. وكنت اروح اعترف بتكلم مع ابونا مهار يقول لي لا انت هنا مكرر، ما تعملش نفسك ما شغال. فطلعت الماده كان ابونا مصيل وابونا مهار بس، وكان استاذ ساجي، وكان طبعا الخدام اللي انا قلت لكم عليهم استاذ يونان محفوظ، استاذ العميد ابراهيم. وكان معايا في الشغل اساسا، يعني كنت ماسك الكنيسه هنا، وبعدين كنت اشارك معاهم في القربان، كان معايا نصر، عم نصر وعم مسعود. الكنيسه اللي تحت دي انا ما جيت لقيتها هنا، كان السقف بتاعها ده واقع، وكان من الحته دي كده كان معمول سقف سبسبس. لما جاء الطلب من المنتج من الحي، احنا ما عملناش رقم بتاع ترميم، عملنا اساسات وعمدان وبيار واشتغلنا لغايه ما خلصنا السقف ده. كانت محاربه شديده، بس ربنا كان حاطط يده. افتكر كان يوم خميس في اجتماع الشابات، كان الاول، فكان الناس بعيد ملاك مخيل، وابونا ايه، ابونا مقار عيط بالدموع في الوعظه، قال لك ايه، وقفوا علينا طلب الترميم ووقفوا الكنيسه من الشغل. عيط ابونا فقار، فاكر ساعتها انا عيط، خلانا كلنا في الكنيسه عيطنا. كان يوم خميس، فاكره كان يوم عيد الملاك. عد علينا يومين ثلاثه كده، كان عيد مرمرقص، جه التسريح. وبعد كده بعد ما خلصنا الكنيسه، كان الحوش برضو الحته اللي بره دي كانت كلها سبوسبوس، وكان الحته اللي قدامها دي كان مكتبه صغيره بتاعت الكتب ومكتبه الشرايط، وبعدين الحمامات، وبعدين اوضه القربان، وكان في اوضه صغيره كده كان يقعدوا فيها العمال اللي هو انا وعم نصر وعم مسعود. انا كنت مبيت كتير في الكنيسه، كان وقت كله بيت. يعني انا خدت اول ست شهور او سنه على ما جبت ولادي من سوهاج، كنت بيت ليل ونهار في الكنيسه. ابونا مهار بقى من محبته خدنا في حضنه وقعد يطبطب عليا. انا اتمنى من ربنا كده ان يكون الكنيسه هنا احسن بكتير، ونتمنى شعبها ربنا يبارك فيه، واطفالنا واولادنا وكل اللي موجودين، يا رب يديهم نعمه ويديهم سلام.